ليه اشتريت سكوتر؟ عشان السكوتر بيوفر في البنزين، ده رقم واحد. رقم اتنين ان العادم بتاع السكوتر ما بيأذيش لطبقة الأوزون. تمام، انت يعني عندك مشكلة مع الأوزون فاشتريت لها سكوتر؟ لا، احنا لازم كلنا نساعد في حل المشكله، ان المشكله عالميه، هي اللي هي بتسبب في ارتفاع درجه الحراره دلوقتي، فلازم كلنا نحاول نساعد. غير كده كمان ان السكوتر بيخليني اتحرك بطريقه اسرع، بقدر اتحرك في وسط الزحمه، وموفر للوقود البنزين. بتوفر بنزين قد ايه مع السكوتر؟ بص، انا كنت بحط في عربيتي في الاسبوع ب 140 جنيه بنزين، انا في السكوتر بحط في الاسبوع الواحد ب 10 جنيه بنزين، يعني معدل في الشهر 40 جنيه، من 40 ل 50 جنيه. الشهر يعني كله بوفر في الشهر حوالي 400 جنيه بنزين. تمام والله. وليه حضرتك بتوفر في البنزين؟ عشان اساعد في حل مشكله الاقتصاد في مصر، زي ما قال الرئيس السيسي. فانت حضرتك سمعت كلام السيسي واشتريت سكوتر توفر بيه في البنزين. بالظبط. تمام، الف شكر لحضرتك. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا.